الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، وهذه الانطلاقة، هذه الانطلاقة لشوط زمول 10 كيلومترات، 10 كيلومترات مسافة هذا الشوط. جوائز قيمة، الجائزة الأولى منها للمركز الأول سيارة تويوتا ستيشن ذهبي جي اكس مقدمة من قطر للبترول، مقدمة من قطر للبترول. وهذا الشوط يمتلئ بشعارات، يمتلئ بالزمول المرشحة، يمتلئ بالإثارة، بالسرعة، بالمفاجآت، ربما مع وصولنا إلى نهايته. هذه إذن انطلاقة شوط الزمول لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. جوائز نقدية للمراكز من الثاني وإلى المركز الخامس قيمة، قدمت ضمن جوائز هذا المهرجان وختامه. ننتظر وإياكم راعي هذا المهرجان أمير البلاد المفدى حفظه الله، ننتظر قدومه الميمون، ننتظر قدومه المشرف، ننتظر الحضور الكريم لختام ورعاية ختام هذا المهرجان على سيفيه الغاليين، السيف الذهبي الخاص بالذلل لأصحاب السمو الشيوخ، والسيف الفضي الخاص بالذلل لأبناء القبائل. إذن هذا الكادر الأعلى وهذا الكادر الأسفل، ومبدع يقود المسيرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، انضم السيد راشد بن بخيت بن مقارح. وفي المركز الثاني الشامخ ايضا لهجن الرئاسة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان لجنة الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، المضمر السيد عيسى بن سعيد الخيالي المركز الثالث اللي غير وخذ المركز الثاني، عز الجيش من المملكة العربية السعودية الشقيقة لأبناء سمو الأمير محمد بن سعود الكبير، المضمر السيد ناصر بن صرير المري. وفي المركز الرابع مروع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم قادم من دبي، انضمر السيد أحمد بن حماد المحيربي نقله على المركز الخامس. قاصد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم في المركز الخامس، انضمر السيد فيصل بن طالب بن شريم المري. وهذه 5 مرات. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط، وهذه عودة ونعود إلى مسايرة ومتابعة هذا الشوط. أيها الأخوة مشاهدينا الكرام، شوط حساس، أقوى شوط، أقوى شوط للزمول في هذا المهرجان لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل.
وهذه انطلاقته. هذه مقدمة الشوط. إذا نعود إلى هجن الرئاسة الإماراتية الشقيقة ومبدع في قيادة موفقة لهذا الشوط بدون أي تعليمات حتى هذه اللحظة، إلى الوصول إلى لوحة 7 كيلومترات المتبقية من هذا الشوط. قطعنا 3 كيلومترات ومبدع لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان يحتل المركز الأول. المضمر السيد راشد بن بخيت بن مقارح المري نقله على المركز الثاني، مروع في المركز الثاني. عود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. المضمر السيد أحمد بن حماد المحيربي. لازلنا نذيع ونعلن أسماء زمول من ضيوف الميدان، من ضيوف الميدان ومن الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أيضا الشامخ في المركز الثالث لهجن الرئاسة تعود ملكيته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. المضمر السيد عيسى بن سعيد الخيلي المركز الرابع. قاصد في المركز الرابع تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. المضمر السيد فيصل بن طالب بن شريم المري. وأرحب بسمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان، وأرحب بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. أيضا أرحب بسمو الشيخ المر بن مكتوم آل مكتوم، سمو الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان الذين يزورون الدوحة هذه الأيام، وذلك للتواجد المشرف لنا في هذا المهرجان وهذا السباق. أهلا ومرحبا بضيوفنا جميعا أبناء دول مجلس التعاون. وكنا قد توقفنا في المركز الرابع قاصد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، انتقل إلى المركز الثالث في هذه اللحظة ونراه وإياكم على المركز الثالث على الكادر التحتاني. الآن طبعا يضمر فيصل بن طالب بن شريم المري، وفي المركز الرابع مروع في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. المضمر السيد أحمد بن حماد المحيربي عز الجيش من سلالة عز الجيش المملوكة لأصحاب السمو والأمراء أبناء سمو الأمير محمد بن سعود الكبير طيب الله ثراه، ناصر بن صرير المري مضمر عز الجيش. عز الجيش ضيف من المملكة العربية السعودية الشقيقة. إذا المركز الخامس عز الجيش. نعود إلى المقدمة وإذاعتنا للخمسة مراكز الأولى، لأن الخمسة مراكز الأولى هي الأهم، هذه هي الأهم في سباق اليوم في حفل ختام هذا اليوم اللي إن شاء الله بيكون مسك الختام. 5 كيلومترات راحت وباقي 5 كيلومترات، 10 كيلومترات ونلتقي إن شاء الله. أدعوكم مشاهدين الكرام أعزائنا المستمعين على الهواء مباشرة، أدعوكم في 16 من مايو المقبل لنقل سباق التحدي على الهواء مباشرة، وذلك في الشهر القادم. يعني ما باقي لنا إلا حوالي 20 يوم أو 22، ومناسبة أخرى وهي الختامية في هذا الموسم، وهي الختامية في هذا الموسم. إذن ها هو شعار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
شعرها الأحمر على ظهر مبدع تسيطر على مقدمة الشوط، تسيطر على مقدمة الشوط بدون أي تنافس، بدون أي منافس على الإطلاق. السيطرة لمبدع. الأقرب لي السيارة التيوتا الاستيشن الذهبية هو مبدع، والتي قدمت من بنك قطر الوطني. أشكر بنك قطر الوطني على المساهمة في هذا المهرجان وإنجاحه. مبدع يقود المسيرة مع مضمر مبدع، مع مضمر خبرته كبيرة كبيرة، وهو راشد بن بخيت بن بقارح المري، المضمر العملاق، المضمر العملاق. 4 كيلومترات، 4 كيلومترات. كل ما أتحدث قليلا كل ما راح كيلومتر، كل ما أسولف عن مركز أو عن بعير مشارك كل ما راح كيلومتر. يعني كل ما له الأمور مثل ما قال يوسف سيف تتفحل، الأمور تتفحل. وانطلق مبدع، يا سلام يا سلام، لأن التمس خطورة، التمس خطورة. انطلق، انطلق مشاهدينا الأعزاء مبدع لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهجن الرئاسة المضمر السيد راشد بن بخيت بن مقارح. انطلق ليهدي هذه الصورة وهذه اللقطة على الهواء مباشرة إلى أبناء الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى راشد بن بخيت. المركز الثاني أيضا عز الجيش، أظن فاز في الكويت، فاز في الشوط الرئيسي في الكويت، رئيس الزمول. وهذا هو بن صرير على السيارة اللي فاز بها على يمين، يا شوفه أنا أشوفه، ما تشوفونه مشاهدينا، لكن سيارته اللي فاز بها بالشوط الزمول في الكويت، في دولة الكويت الشقيقة، يبرابها، يبرابها عز الجيش. وها هو يستاهل انه يبراه، يستاهل انه يبراه عز الجيش لأصحاب السمو الأمراء أبناء سمو الأمير محمد بن سعود الكبير من المملكة العربية السعودية الشقيقة، المضمر السيد ناصر بن صرير المري. 3 كيلومترات تونا يا المضمرين، لا تستعجلون، لا تستعجلون، تو المسافة 3 كيلومترات ومسكت يصل في هذه اللحظة. أول إذاعة المسكت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر السيد راشد بن محمد بن غدير والكتبي. وفي المركز أيضا ضيف، مسكت ضيف من دبي من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مبدع مولع في المركز الرابع، وهو اللي فاز بشوط الزمول الرئيسي بالوثبة بمدينة أبو ظبي في المهرجان الختامي. لا تدعمونا بن صرير يقول انظلونا بعد. تعود ملكيته مولع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، المضمر السيد أحمد بن حماد المحيربي. وفي المركز الخامس الشامخ لسمو لصاحب السمو اللي انتقل في هذه اللحظة إلى المركز الرابع لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والمضمر السيد عيسى بن سعيد الخيالي. هناك صوغان وصل، صوغان واصل بقوة لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، المضمر السيد ناصر بن مسفر الشهواني. ديروا بالكم، وصل المرعب، وصل المرعب للمضمرين يا اخواننا، المرعب ناصر بن مسفر، المرعب ناصر بن مسفر. وهذا هو يصل في المركز الثالث. اذا مسكت، مسكت في مقدمة هذا الشوط، فاز برئيسي الزمول المهجنات، الزمول المهجنات بميدان ند الشبه بمدينة دبي. يعني ما في بعير مو باخذ له شوط رئيسي. الله، قبل لا اقول شيء، قبل لا اقول شيء، حركوه 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 حركوه. حمدان بن محمد
اليوم حمدان بن محمد، سموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشكل خطورة كبيرة على السيوف من خلال ما رأينا من الشوط الأول، وكانت مهمة. وهذا الشوط نرى تقدم لمسكت. يا سلام يا مسكت، يا سلام على الكادر الفوقاني، يا سلام مسكت. مشاهدينا الكرام، ايها الاخوة، لسمو الشيخ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يهدي هذا العرض وهذه الانطلاقة لأبناء الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبالأخص إلى دبي، الأخص إلى الميدان اللي فاز برئيسي فيه، إلى ميدان ند الشبه، وأيضا يهدي لميدان الوثبة في أبو ظبي اللي فاز برئيس المهجنات بنفس الشوط. يا سلام، إذن سجل حافل بالإنجازات، سجل حافل بالإنجازات. مسكت، الله مسكت يا مسكت، سكتنا يا مسكت، سكتنا يا مسكت. الله 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 الله، والله يعجز اللسان، يعجز اللسان، يعجز اللسان يا حمدان، يعجز اللسان يا حمدان على أن يهني بطريقة ترضيك، بطريقة ترضيك. تقاس مع إنجازاتك، تقاس مع إنجازاتك. لكن خلونا ننتقل نرى زعفران اللي في المركز الثاني. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله. سلالة نشوان مرحولة مرحولة مرحولة، هذا البعير نشوان مرحولة مرحولة. اليوم 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 حتى لو هو فادر. يا سلام يا سلام، وفيها وفيها مقصص السالفة، فيها مقصص، فيها شوي بطارش. الله 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 الله، السلام وسلام سلام 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 إلى يوم الدين، لا أستطيع أن أرى أبلغ نهايته وحده. إليكم وعليكم يا أهل الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعلى ظهر مسكت أخص هذا التهاني. الله 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 الله، يا سلام، ما طاب خاطره، ما طاب. سلام، مشكور مشكور يا أبو سالم، ما طاب خاطره مسكت، ما طاب خاطره. عطوه 11 كيلو، عطوه 11، المهرجان القادم بنحط له واحد. الله، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد سعيد المكتوب على الهواء مباشرة، وللمرة الثانية على التوالي بفوز مسكت في هذه المرة المركز الثاني. زعفران لصاحب السمو الشيخ زايد، الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة. في المركز الثالث فراع لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. المركز الرابع صغان لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني المضمر سيد ناصر بن أسفر، لازم اقول لنا مرعب. المركز الخامس سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر حمد بن خميس الغويس. هنيئا يا حمدان، هنيئا يا فزاع، هنيئا. الكل يزف التهاني لك، الكل يزف التهاني، والكل رأى بعينه من خلال هذا النقل المباشر من ميدان الشحانية فوز مهمة في الشوط الأول، وفوز مسكت في هذا الشوط الرئيسي للزمول. وها هو مسكت يقطع 10 كيلومترات بفترة زمنية ومقدارها 17 دقيقة 15 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. الله الله، اعطونا واحد، اعطونا واحدة من بناته كل مرحين له. الله الله الله، تهانينا تهانينا والناموس لأبناء الإمارات ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز.
المستحق والتوقيت الزمني. طبعا لا انسى دور مضمر مسكت. راشد بن حمد بن غدير الاجتبي مضمر خبير. الله 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 الله، القيادة يعني ما يتم فراغ، قيادة في قيادة. قائد الفرقة رقم 11 في الإمارات وقائد هذا الشوط في التضمير والمضمرين. 17 دقيقة 21 ثانية 24 جزء من الثانية، توقيت زعفران اللي فاز بالمركز الثاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، المضمر السيد أحمد بن مايد الخيالي المركز الثالث. شو المركز الثالث؟ فراع لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني المضمر السيد سعيد بن راشد الزعبي، وتوقيته الزمني لمسافة 10 كيلومترات 17 دقيقة 28 ثانية جزئين من الثانية. تتوالى الإنجازات، تتوالى الإنجازات وتذهب إلى الإمارة.